هو مشروع يهدف لمد جسور التعاون مع المهتمين في دعم الكفاءات الوطنية الشبابية، هذا ما أكده اللقاء التنويري لمشروع كفو والذي يعد أحد المشاريع الشبابية الكويتية. المشروع هو عبارة عن أحد مخرجات المشروع الوطني للشباب الكويت تسمع، كان إن فكرتها أنه يسهل علينا آلية البحث والتواصل والتعاون بين الكفاءات الكويتية، على أساس أنه يكون بينهم تبادل بالخبرات، ممكن يستفيدون من بعض عشان ينجزون مشاريعهم. طبعا المشروع هو تحت رعاية الديوان الأميري، وهو أحد مبادرات الديوان الأميري نفسه. صار لنا فترة أطلقنا النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني، وحاليا احنا قاعد نحاول نسجل أكبر عدد ممكن أساس يعطونا انطباعهم عن الموقع وملاحظاتهم، أساس نطوره إلى أن يتم انطلاقه الرسمية على مستوى دولة الكويت في شهر أكتوبر القادم في ملتقى كفو، اللي هو راح يكون أحد أنشطة أو فعاليات الكويت عاصمة الشباب. المشروع يمثل انطلاقة لآفاق واسعة لخلق بيئة تواصل وتعارف بين الشباب الكويتي في التخصصات كافة، وتطوير الاهتمامات المتنوعة لهم من خلال المنتديات المتخصصة. استكمال للمشروع، فكان في 6 أولويات أو 6 مشاريع من ضمن هذا المشروع، اللي هي كان من ضمنها المشاريع الإنسانية، الأطعمة، ومشروع اللي أنا ماسكته حاليا اللي هو العلوم والتكنولوجيا. فكل هذه المشاريع إن عشان نعرف الناس مشروع كفو، بما أنه هو المشروع توه جديد والناس للحين ما تعرفه، وهذه راح تكون المنصة الإلكترونية الأولى في دولة الكويت، إن أي شخص عنده مثلا إنجاز ولا عنده أنه حاب يبرز نشاطاته، ممكن أنه هو يسجل من خلال هذا البرنامج عشان يبرز النشاطات، والناس من يعني سواء كويتيين ولا غير كويتيين مقيمين في دولة الكويت انهم يتعرفون على هذا البرنامج او المشروع. مشروع جدا متميز، وانا فخورة جدا ان اكون من ضمن الاشخاص المشاركين في هذا المشروع. كفو، هذا المشروع يساهم في خلق نوع جديد من أنشطة التمكين لدعم الكفاءات الشبابية الوطنية والتعرف فيما بينهم من خلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لخلق بيئة تواصل وتعارف بين الشباب الكويتي في التخصصات المختلفة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.